أصلاً كتابك إلى 8 أجزاء، رح أقولاً سريعاً تحكي لنا أنت عنهم أكثر. عندك بأولها السلاح اللي استعمل من قبل الجيش اللبناني، أكيد بتحكي فيها عن الآليات العسكرية اللبنانية والعربية اللي استعملت من الجيش اللبناني، وبالجزء الثاني عن الآليات والأكيد السلاح اللي استخدم من الميليشيات المسيحية من بيناتها حراس الأرز والمرضى والكتائب والقوات اللبنانية، وبعدين عن الآليات الحربية اللي استعملت من الميليشيات الدرزية وال يعني الإسلام، وبعدين كمان عن اللي استخدمت من قبل الفلسطينيين، وآخر شيء بتحكي أكيد عن حزب الله وإلى آخره. يعني أنت عملت مثل جولة تتحكي بكل طريقة مثل ما قلنا رجعنا تقنية وعلمية عن السلاح الموجود. طب هلا نحن قلنا شو هن الاجزاء، ليه جزأتهم بهالطريقه؟ وشوي شو الفرق، انت كصرت الخبير اكيد بهالاليات، شو الفرق بين هالاسلحه اللي استعملت من قبل كل واحد؟ نحن بالكتاب مش بس حبينا نعطي فكره عن سلاح، لانه بلبنان وبرات لبنان خاصه عندهم مشكله بفهم انه شو في بلبنان، مين في بلبنان، في ناس بفكروا اسلام مسيحيه ضد بعض، في ناس لبنان ضد اسرائيل، في ناس بدفك يعني في وهو فعليا في تشعب لكل هالموضوع، فحاولنا نجزئه حسب الاطراف اللي اشتركت بالحرب، يعني كل طرف بطرفه، لانه اذا حكينا سلاح كسلاح بنكون وقفنا فكره مين هالاطراف، فقصناه كاطراف وكل طرف شو الاسلحه اللي عنده اياها، هيك بمعنى واحد لما بيقرا بيعرف مين هالاطراف وشو يعني وشو كان عنده سلاح بخلال هالحرب اللبنانيه، لانه قصه انك بس تحكي عن سلاح بتكوني وقفت قسم كثير مهم من الاطراف اللي استعملت. وانا اصلا هيدا يعني يعني هذا الكتاب بتعتبريه مثل عنوان لشغلي بعدين، يعني شغلنا بعدين ما بلش فيه كل طرف بطرفه ترجع تفوتوا فيه بكل تفاصيله، لانه هذا الكتاب اللي بلقيتيه كبير بس هو كثير قليل نسبة اكيد للموضوع اللي عم تتطرق له. 15 سنه كانوا كثير كبار، يعني اخذ معك 15 سنه هذا الكتاب، هي الحرب اخذت 15 سنه، وانا هالكتاب اخذ معي من 90 ل 2005 لخلص، لانه كان بدنا عم بقول لك مثلنا كان عندنا نقص بالمعلومات، بدك تجمع معلومات، ما عندك ارشيف تتكل عليه تروحي تجيبي معلومات بالموضوع اللي بدك اياه، فجمعنا قد ما فينا معلومات. هلا مش معناتها كتاب جاي رح يكون كمان 15 سنه، يعني صار في عندنا كثير معلومات لطلع الكتاب، يعني صار يعني رح نحاول كل سنه سنتين تقريبا نطلع كتاب، ما رح نزرق حالنا بالوقت لانه بهمنا الفكره نطلعها مزبوطة لحتى نحاول قد ما فينا نغطي الجزء العسكري من الحرب اللبنانيه. نعم، حبي احكي عن الصور، صور كثير يعني بدون الصور اكيد اذا ما حد بيقرا بس كتاب الريفرنس ما رح يفهم عن شو عم ينحكى، دونك عم نشوف كل صوره بصورتها، حابه اعرف من وين هالصور حضرتك اخذتهم، ومنلاحظ انه اغلبيه الصور ماخوذين من بعيد اكيد لانه ما في يمكن اخذوا بوقت الصراع بوقت الحرب، خبرنا اكثر عن موضوع التصوير. هلا بفتره ما قبل التسعين يعني انا بالنسبه لعمري كان اقل، ما كان في عندي امكانيه اني اصور يعني بوقتها، يعني من فتره 75 ل90 حاولنا نجمع قد ما فينا صور من اول شيء صحف، يعني في صحف بتبيع، في ناس بتبيع صور صح. وفي ناس اشتركوا بالحرب عندهم صور خاصه، بس هالموضوع كان شوي صعب. بس في قسم ثاني هو الجيشين السوري والاسرائيلي بلبنان من 90 لل 2005، يعني احنا اعتبرنا انه الحرب بلش بال 75 مزبوط صح. بس اعتبرناها خلصت بال 2005 اللي بنبطل فيه ولا جيش على الارض اللبنانيه، فالموضوع الاسرائيلي والسوري كانوا كثير صعبين، يعني واكيد يعني لا في انك تاخذ صور اكيد لما فيك تحكي معهم، يعني اكيد الاسرائيليه ما في مجال، والسوريه انه شو بدك تقولي لهم بدي اصوركم لحتى احطهم بالكتاب، فاعتمدنا انه نحن نصور يعني من بعيد اكيد من بعيد او باي طريقه، يعني وعلى مسؤوليتنا يعني وعلى مخاطره الموضوع، لانه لو اي طرف من الطرفين انه يعني اعطيك اكزامبل، مثلا كان في دبابه مع دبه آليه مع جيش لبنان الجنوبي حاططها على حجز الزين وما عنده غيرها وهن محاورين فيها، يعني كيف في امكانيه تصوريها؟ صورناها سريا من التاكسي على حجز الزين، يعني بوقتها مثلا هيدي لو اي واحد عم تصور يعني على حجز الزين في افونت بغامريت كذا مره، مش بس انا يعني هيدي صارت مثل باسيون وتنتقل، يعني اصحابي اللي بيحبوا هالموضوع صاروا يحبوا هالموضوع وصاروا يصوروا معي، يعني مثلا في عندي شاب صاحبي ما رح نقول اسمه هلا، انه مثلا مره اخذ الكاميرا هيك نهار فرصه اخذ الكاميرا مشي من الحزمية مثلا وصولا لظهر البيدر كذا، عمل هيك مثل جزدوره وجاب لي فيلم قال لي تفضل شوف لي الفيلم، احدى يعني بعض الصور محطوطه هون، نحن كنا ناخذها مسحه للعمليه بس هي كانت يعني عن جد فيها كثير خطر، هلا بس نفكر بالموضوع كيف كنا نعملهم اكيد بتحس الخطر اللي كنت اكيد انت تحط حالك فيه، بس ما كان عندنا طريقه ثانيه، ما كان عندنا مطرح انه نروح نجيب صور الا نحن بدنا نجيب الصور،
نعم، على كل حال من هيك بنحس انه الكتاب اكيد في كثير يعني صور بنحس ونحن بنصير نطلع، مع انه نحن ما يعني هواة بعدنا، الفرق بين كل من ليله وكل سلاح، وبنعرف انه هالهواية صارت احتراف وصارت صار شغف لهالشيء، لانه حضرتك فتحت متجر اسمه ذهبي شوب اللي هو يمكن فريد من نوعه كمان بلبنان، اللي بحب يعني بتعلق بكل الاليات وال تبع الحرب والكتب اللي بتحكي عن الحرب، كل شيء اكيد او مينياتير يعني مش اشياء مضبوطه. في اقبال من قبل اللبنانيه على هالانواع من ال في كثير اقبال يعني في كثير، هي هوايه صار لها زمان بس بلبنان ما صارت يعني جديه، يعني كانوا هالاشياء يعني ينباعوا بمحلات اللعب معتبرين انه عم كوليكسيون دو تام، يعني بيعمل كوليكسيون يعني ما في كان محل متخصص لهالموضوع، كانوا الشباب اللي بيحبوا يركبوا هيك اشياء ويشتروا هيك اشياء بدهم يشوفوا محلات اللعب، بس هلا صار في محل متخصص بهالموضوع، يعني اي شيء مينياتور مثلا واحد بده كل شيء على صغير، دبابات طيارات سفن وكتب لهم علاقه بهالموضوع صار بيلاقيها عنا. نعم. يعني بطريقه بروفيشنال. انت من وين بتجيبهم؟ من كل انحاء العالم. نحن وكلاءهم يعني عم نحاول نوزع بالسوق، بس يعني هي القصه عندي بالمحل ليه؟ لانه بيجوا لعندي يعني نوعا ما بحبوا يسالوا الناس قبل ما يشتروا، يعني مثلا في استعمل هيدي حطها مع هي كذا، هيدي اذا بتشتريها بمحل عادي ما بيعرفوا فيهم ما فيهم يشتروها. ما بيقدروا يساعدوك. يعني بياخذوا نوع من الاستشاره بالموضوع، اكثر شيء بيقول هي كانت بلبنان بقول له فيك تشوف كتابي. اكو حد بلبنان او مش بلبنان. نحن في ويب سايت رح يقطع كمان للي بحبوا يعرفوا اكثر عن الكتاب. وعن وعم نشوف هلا الويب سايت بتصور على الشاشه. طيب شو هي سامر اسيس الخلاصه اللي انت اخذتها من بعد هيك 15 سنه تتعمل هيك كتاب وعملت هالكتاب وتوزع عالميا واخذ نجاح بتصور باكي برا قبل ما ياخذ بلبنان؟ وانا بدي بس اقول للمشاهدين اللي بهمهم الامر انه موجود الكتاب بليبري انطوان بكل انحاء لبنان، يعني بكل فروعه. وشو الخلاصه اللي استنتجتها؟ صراحه انا بالاضافه للبنان انا اكيد مطلع على الحروب يعني مش كلها طبعا بس على القليل بالقرن العشرين يعني. نعم. اللي بيعجبك بعد ما تعمل دراسه على لبنان انه ما في بقعه بالعالم هالقد صغيره تم استعمال هالقد عدد انواع اسلحه فيها، يعني بلبنان ضمن هال 10000 كيلومتر 10452 ما في مساحه بالعالم كله هالقد صغيره فات عليها، يعني بلبنان عندك اول شيء اسلحه من الحرب العالميه الثانيه لاجدد اسلحه. نعم. يعني عندك مثلا ب 82 كان عندك تيتران 4 الحرب العالميه الثانيه عم تقاتل ضد ميركافا اللي هي بوقتها كانت اجدد وحده، فاذا عندك من اقدم شيء لاجدد شيء، عندك كل شيء شرقي الاتحاد السوفيتي بوقتها لكل شيء اوروبي فرنساوي الى اخره لامريكا. طبعا نحن عم نحكي مش بس عن الاسلحه الصغيره، اكيد عن الاسلحه الكبيره، الاسلحه الصغيره اكيد هيديك موضوعها بعد شائك اكثر لانه نعم. انت كل شيء بتحكي عن الكبيره اللي لاحظناها والمليات هيديك كمان في انواع كثير واكيد اكثريتها يعني مرقت كلها بلبنان، وطبعا للاسف يعني ما زالت لحد اليوم، يعني من جمعه عم نسمع لليوم اسماء اسلحه. صح صح. نحن بنتشكرك على الحديث المشوق، ونحن كثير مبسوطين انه حضرتك رح ترجع تكمل بسلسله كتب عن هالموضوع اكيد بتفاصيل اكثر، بنحب نرجع كمان نستضيفك في كتاب لهالموضوع. سامر اسيس نحن بنتشكر حضورك معنا باستديوهات الام تي في. انا بشكرك كثير وبشكر الام تي في. ميرسي لك. هلا بنبقى مع بريك عليك.